أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني خلال الاجتماع الذي عقد عن بعد في إطار استمرار التنسيق والتعاون المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية أن البحرين تعمل وفق منهجية مستمرة قائمة على دراسة كافة سيناريوهات ووضعها محل تنفيذ متى ما اقتضت الحاجة ضمن خطوات استباقية وإجراءات شاملة. ونوه معاليه بأنه تم وضع الخطط والمبادرات المختلفة لتحقيق الأهداف المنشودة للحزمة المالية والاقتصادية التي تم إطلاقها تنفيذا للتوجيه الملكي السامي بقيمة 4,300,000,000 دينار. وأوضح معاليه أن الاستمرار في ضخ السيولة في الاقتصاد الوطني ساهم في مضاعفة حجم صندوق السيولة من 100 مليون ليصل إلى 200 مليون دينار. فتح مجلس المناقصات والمزايدات خلال الأسبوع الجاري مظاريف 71 عطاء لعشر مناقصات ومزايدة واحدة مطروحة من 5 جهات متصرفة. مشاهدينا، التقرير التالي يستعرض التفاصيل. فتح مجلس المناقصات والمزايدات خلال الأسبوع الجاري مظاريف 71 عطاء لعدد 10 مناقصات ومزايدة واحدة مطروحة من 5 جهات متصرفة. ومن أبرز ما تضمنه جدول أعمال لجنة الفتح، فتح مناقصة لشركة تطوير للبترول لفحص وصيانة منشآت النفط والغاز الرئيسية والخدمات الأخرى المرتبطة بها. كما يسر مجلس المناقصات والمزايدة تهنئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي المخصص لها والذي يصادف 27 من يونيو الجاري، منتهزا هذه الفرصة للدعوة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في المناقصات والمزايدات الحكومية. تجاوزت كمية الأسهم والصكوك المتداولة في بورصة البحرين خلال هذا الأسبوع 22,935,000 سهم وصك بقيمة إجمالية قدرها 2,478,000 دينار نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 293 صفقة. مشاهدينا، التقرير التالي يستعرض التفاصيل. ننتقل الآن مشاهدينا إلى أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية.
والنشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين، وفيها بعد قليل إياتا يتوقع تعافي رحلات السفر في النصف الثاني من عام 2020. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا الأسبوع، ونبدأ مع بورصة البحرين، حيث أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1279 نقطة بانخفاض بنسبة 11%، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية. وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 5,325,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 532,000 دينار، تم تنفيذها من خلال 58 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الاستثمار. أما بالنسبة لإغلاقات باقي البورصات الخليجية مشاهدينا، فقد أغلقت معظمها في المنطقة الحمراء، وتصدرت التراجعات سوق أبوظبي للأوراق المالية التي أقفلت على انخفاض بنسبة 21%. عقدت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الاجتماع الأول لفريق المراجعة المشتركة للتجارة والاستثمار بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ووزارة التجارة الدولية في المملكة المتحدة عبر تقنية الاتصال المرئي. وأوضح الدكتور عبد العزيز حمد العويشق الأمين والمساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون الخليجي أن هذا الاجتماع انعقد في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، والتي أقرتها القمة الأولى بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة التي عقدت في مملكة البحرين في ديسمبر عام 2016. قال سعد بن عبد العزيز الخلب رئيس الهيئة العامة للموانئ في السعودية إن إعلان دخول الهيئة العامة للموانئ السعودية موانئ في شراكة مع موانئ دبي العالمية لإطلاق أول خط ملاحي مباشر يربط بين مينائي جبل عالي في دبي والسخنة في مصر عبر ميناء جدة الإسلامي يعد إحدى خطوات